على هامش الأنشطة الموازية للدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمر بأركود، أبت قبيلة ذوي منيع إلى أن تشارك جمهورها التراثي الحسني الصحراوي برقصات هوبي العريقة، كتراث مغربي يتجزأ من الثقافة المغربية. وقد حجت جماهير كبيرة إلى خيمة قبيلة ذوي منيع للاستمتاع برقصة هوبي. وإليكم مقطعا للرقصة وتصريح لرئيس الفرقة الصحراوية. الجكاني رئيس الفرقة الفولكلورية هوبي لقبيلة هوبي قبيلة ذوي منيع، قدم نفسي كرئيس فرقة فولكلورية هوبي وكنائب أول لجمعية الدولية للتراث والتنمية وكرئيس لجنة التراث بالجمعية. بالنسبة لقصة هوبي هذه التي اتاحت الأخ الفرصة ليتحدث عنها في طرف عالية المعرض الدولي للتمور في نسخة الخامسة بأركود، فهي رقصة لقبيلة ذوي منيع وهي رقصة بالنسبة لطريقة انجاز هذه الرقصه، فالرجال يصطفون على شكل هلال وتكون راقصه وسط الهلال تسميها نجمه. ولماذا الهلال؟ لانه يرمز الى بطوقه الى قبائل بني هلال التي تنتمي اليها قبيله ذوي منيع. وما يميز هذه الرقصه عن باقي الرقصات هي انها لا تعتمد على الاله، وانما يكون هناك تنسيق وتناغم بين التصفيق بالايدي والارجل والصوت. وهي رقصه قديمه وعريقه و تعتبر من احسن من اقدم الرقصات الفولكلوريه التراثيه في المغرب. في الاخير اود ان اشكر الاخ الذي اتاح لي الفرصه لاتحدث عن هذه الرقصه التي تنتمي لقبيله ذوي منيع وتنتمي بالتالي الى تراث منطقه الاكود والى تراث المغرب الحبيب ككل. قبل في الاخير اود ان اعطيكم نظره على الرقصه، فالرقصه تعتمد على الحمايه، ما يسمى بالحمايه. قبل ان ندخل الى رقصه هوبي التي تعني تعالي الي للراقصه، بالنسبه للحمايه مثلا نقول صلى الله على سيدنا محمد الهاشمي يا رسول الله، صلى الله على سيدنا محمد الهاشمي يا رسول الله.